السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة اللواء أركان حرب جمال حماد أحد قيادات الضباط الأحرار في ثورة يوليو عام 52 في مصر، وكاتب بيان الثورة الأول. سيادة اللواء مرحبا بك. مرحبا بك يا فندم. تغير كل شيء في مصر، سيق قادة الجيش والوجهاء والسياسيون إلى معتقلات الضباط الأحرار، تم تصفية كافة قيادات الجيش، ولم يعد هناك من يحمل رتبة أعلى من رتبة مقدم إلا قليل من الضباط. محمد نجيب يقول أنه تم تسريح 800 ضابط خلال هذه الفترة، بينما يقول أحمد حمروش في كتابه قصة ثورة يوليو أن هناك 500 ضابط تم تسريحهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من الثورة. كنت أنت مديرا لمكتب محمد نجيب قائد الثورة منذ اليوم الأول، كيف بدأ الصراع بين الضباط؟ لم يظهر هذا الصراع إلا بعد بضعة أيام وبعد خروج الملك، لأن قبل كده ما كانش فيه مجال للصراع. الملك خرج يوم 26 يوليو، 26 يوليو، وعاد محمد نجيب يوم 27 يوليو من الإسكندرية إلى القاهرة. من الإسكندرية إلى القاهرة، وكل الضباط الذين اشتركوا في الثورة عادوا إلى القاهرة. فلم يظهر الصراع مكشوفا في بادئ الأمر، إنما كان شيء أنا لاحظته بنفسي، ولم يعني كثيرين لم يلاحظوه، لكن أنا لاحظته باعتبار أن كان جميع الأوراق التي تصدر من القائد العام لابد أن تمر علي وأنا أوقعها. نعم. قبل أن أعرضها على اللواء محمد نجيب. فهنا ظهر بعض التنافس بين أعضاء القيادة. ما هي أشكال هذا التنافس؟ إن ده عاوز يجيب واحد يوديه في مكان معين، وده عاوز يودي واحد في وظيفة كبيرة معينة، فكل منهم بيحب إن هو يضع رجاله في أماكن مهمة. اضرب لنا أمثلة كده لو تذكر. يعني مثلا عبد اللطيف البغدادي أصر على إنه يضع الوجيه أباظة الطيار والذي اشترك في الثورة إنه يكون مدير الشؤون العامة للقوات المسلحة كلها. وخلافهم يعني مثلا جمال عبد الناصر جابلي ورقة فيها بعض أسماء ضباط ما كانوش يعني مهمين ولا حاجة. زي مين؟ واحد اسمه مش عارف عبد العال السيد، ده ضابط عادي خالص يعني، إنما أنا فهمت إن هذا الضابط من الصعيد وجايز إن يكون يموت إليه، يا إما بصلة قرابة يا إما بمعرفة. فهم يعني لقيت إن بعض كل شوية الأوراق تجيلي تحمل معنى إن في نوع من التنافس بينهم. يعني خلاص البلد وقعت في إيديهم وبقت غنيمة، كل واحد يريد أن يحظى منها بشيء. هو في الواقع أحمد، أخي أحمد، إن هم كانوا ضباط عاديين منذ 4 أيام أو 5 أيام، كانوا ضباط عاديين لا قيمة لهم من الناحية الاجتماعية أو من الناحية العسكرية، لأنه ضباط عاديين خالص. وبعدين وجدوا أنفسهم هم مكان الملك، عندهم السيادة على مصر كلها، فطبعا ده حصل لهم نوع من أنواع يعني عدم الثبات والاتزان. لأن واحد كانش في إيده حاجة أبدا، وبص لقى أن الكلمة بتاعته أصبحت قانون، فطبعا يعني حصل لهم نوع من أنواع الحب بقى البقاء في هذا المكان، بحيث أنهم من الصعب جدا أنك أنت تقول له بقى روح السكنات تاني. وهنا بدأ الصراع حول العودة إلى السكنات. أيوة، ما حدش عاوز يعود السكنات. أولا الناس قالوا إيه؟ الجيش ما عادش إلى سكناته بعد الثورة. أنا أقول لك الجيش كله عاد إلى سكناته فعلا. أيوة، الضباط والجنود والوحدات
كلها عادت إلى سكنتها. أما المين اللي ما رجعش؟ المجموعة التي قادت الثورة هي التي بقيت في مركز القيادة في كبر القبة عشان تدير شؤون مصر كلها، لكن الجيش كله كان في السكنات. من اللي كان بيقود من بين هؤلاء الدعوة للعودة إلى السكنات؟ اللي كان رجل بسيط وليس عنده النزعة الفرعونية والتسلطية، ناس يعني زي مثلا المقدم يوسف صديق، هذا الذي قام حقيقة بالثورة. أيوة، اللي هو بطل الاستيلاء على الجيش، على نعم. رئاسة الجيش. نعم. ده بقى كان رجل بسيط رغم أنه هو يعني أخذ منصب قائد اللواء السابع. نعم. اللواء السابع ده اللي حسيتك حركته. نعم. وضميته. نعم. فهو بقى قائد اللواء السابع. وعبد المنعم أمين برضو كان رجل متواضع وما عندوش النزعة التسلطية إن أنا لاحظتها عند غيره. نعم. يعني محمد نجيب ده التواضع بذاته. محمد نجيب لم يعني ما فيش مرة شفت محمد نجيب يعني بيظن في نفسه إنه حاجة غير عادية. رجل بسيط جدا وبيتكلم ببساطة وعنده قلب حنون جدا على الناس، ويعني ما كانش بيرحب بنعمل مثلا مجزرة ونطلع بقى مثلا 1000 ضابط ولا حاجة. أليس ما حدث من إقالة أكثر من 800 ضابط كما قال محمد نجيب، إذا بقيت عند كلامه هو، أليس هذا جريمة في حق مصر وحق الجيش المصري وحق شعب مصر أن يتم تسريح كبار القيادات والخبرات الموجودة في الجيش لأنهم لا يتفقوا معهم في الآراء؟ أنا لا أتفق مع اللي قال 800. أنا هقول لك إيه، محمد نجيب نفسه اللي قال 800 وأحمد حمروش قال 500 في الأول. القاعدة، قل لي القاعدة كانت إيه؟ إن جميع اللواءات كلهم أحيلوا إلى الاستداء إلى المعاش. جميع اللواءات بتاع الجيش مفيش ولا واحد بقي لواء غير محمد نجيب. محمد نجيب فقط لا غير. وبعدين الأميراليات يعني دول يعني العمداء، العمداء بقي منهم عدد قليل جدا. وبعدين العقداء يعني حوالي نصهم تم تسريح، تم والباقي مشوا. فانا اعتقد ايه قواعد التسريح اللي كانت بتتم؟ ان ده ولاء لينا او ملوش ولاء؟ لا، هو كان ساعات ان مزاجيه، طالما الان كل ضابط معاه لستة بالضباط اللي عايز يرقيهم واللي عايز يحطهم واللي قرايبه ومعارفه. هو في الواقع ان كان في لجان يعني، وانا كنت عضو احد هذه اللجان. قول لنا كيف كانت تدير الامور. انا اللجنه اللي كنت فيها كانت عباره عن بيبصوا على النواحي الخلقيه مش النواحي السياسيه. طب ما كتير من الضباط اعترضوا ان جمال عبد الناصر دخل الامرطيه والحشاشين واللي كذا كذا من الضباط وادالهم مكانه وما رضاش يشيلهم بعد كده. دول ده اذا كان حصل هذا انا ما اعرفش طبعا ان كان في حاجات زي دي، لان ما بحضرش هذه المجالس. لكن معروف سيار الضباط معروفه. هو طبعا اللي اشترك في الثوره لم يكن معقولا حتى لو كان يعني في، انا بقول الذين بقوا في الجيش بعد ذلك، عمليه التسريح والابقاء، عمليه التطهير. التطهير، التطهير كان فيها بلا شك نوع من انواع يعني العواطف والإكحاف. لا شك إكحاف بحق ضباط وبحق البلد. أيوة. يعني بعض الناس كان مثلا بيكره بعض الضباط. أيوة. فطبعا خرجهم. وصلاح سالم خرج ناس كتير قوي بهذه الطريقة، يعني كان يقول لك كل أصدقائه اللي كان يعرفهم لقيناه مشاهم. طبعا ما هو هيحكم بقى، مش عايز حد يبقى زيه. هو لوحده اللي عمل كده أم أن كثيرا أيضا من القيادات يعني الضباط هو العرب. أبرز واحد كان هو يعني كنا مثلا بنطلع الناس اللي هم عندهم أخلاق يعني غير حميدة أو نوع من الشذوذ أو غيره، فدول استبعدناهم. دي اللجنة بتاعت سيادتك، دي اللجنة الأخلاقيات. مين اللي كان فيها معاك؟ كان فيها معايا معظم أعضاء مجلس الثورة يعني. كان مين اللي كان بيرأس اللجنة دي؟ كان زكريا محي الدين كان بيرأس اللجنة.
هل دول وكانوا كلهم مقدمين وسيادتك زي ما قلت يعني كانوا ضباط عاديين قبل 4 أيام كانوا مؤهلين ان هم يحكموا على كبار قيادات الجيش المصري اللي كتير منهم كانوا ناس وطنيين وناس يعني ليس كل من لم يشارك مع الضباط الأحرار لم يكن وطنيا صح؟ طبيعي. فبالتالي الآن هذا جيش بلد. أيوة. التعامل معه بهذه الطريقة من الناحية العسكرية هل كان صحيحا؟ يعني أصلي بقى يعني الظرف اللي كنا فيه وقتها كان بيستلزم يعني إن إبعاد كل الناس اللي كان لهم علاقات وثيقة مثلا برجال الملك. ماشي دول عددهم محدود لكن سيادتك قلت الآن الجوانب الشخصية دخلت في الموضوع وربما لعبت الدور الأساسي فيه. ما يمكنش إن يحصل حاجة زي دي من غير نواحي شخصية تتدخل. مش عاوز أشك يعني في نواحي شخصية تدخلت لكن يعني عاوز أقول لك يعني إن معظم التطهير اللي كان في الجيش يعني كان له ما يبرره يعني مش اعتباطا كده يعني كل واحد كان فيه حاجة. هل كنت أنت أو غيرك في ذلك الوقت وأنت كنت مديرا لمكتب محمد نجيب تعرف ما يدور في ذهن جمال عبد الناصر أو مخططاته للسيطرة على مقاليد الحكم وإقامة نظام شمولي استبدادي في مصر لا زال قائما إلى اليوم؟ شوف يعني أنا متأكد أن جمال عبد الناصر منذ أول الثورة وهو يرسم ويخطط ليكون هو الوحيد المنفرد الذي يحكم مصر بعد كده. ايه الدلائل اللي اعطيتك هذا الشعور والانطباع؟ لاني شفته يعني كل تحركاته وكل اعماله تنبئ بانه يريد السيطرة وانه هو لازم يترأس اي حاجة لا يقبل بغير الرئاسة بديلا في اي حاجة. اضرب لنا مثال يعني اي حد ناس تقعد في مكان او بتاع عشان خاطر يبحثوا اي شيء تلاقيه هو قاعد على راس الترابيزه وبعدين ويفرض ما يريد ويفعل ما يريد طبعا. وبعدين الباقي كلهم يعني كان الواضح قوي ان الباقي او الكثيرين كانوا يعني بينصاعوا ليه بينصاعوا. هل ضعف شخصيات ام يعني ليه الكل كان بينصاع لي في الفترة؟ كلهم معتقدين ان هو العامل الحقيقي في نجاح الثورة لانه هو اللي فضل يعني مستمر بلا انقطاع على موضوع الضباط الاحرار كان باستمرار يعني ما بيسكتش ابدا. ومن الغريب يعني ان جهات الرقابة أو البوليس السياسي أو المخابرات والبوليس الحربي وكل حاجة لم يلتفتوا إليه وهو كان دائم العمل على عمل يعني التنظيم يستمر وعلى إنه يعمل الثورة. هل كان الأصوب لمصر آنذاك أن يعود كل هؤلاء الضباط إلى الثكنات وأن تعود الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى مصر رغم كل ما أشاع الثوار بعد ذلك عنها من أنها كانت حياة فاسدة؟ اللي عاوز أقوله لك يعني أن مثلا جمال عبد الناصر في اجتماع في أوائل الثورة خالص أنه هو غضب من زملائه لأنه هو كان متبني حكاية أن لازم حرية وديمقراطية وما فيش ديكتاتورية. الكلام ده ذكره عبد اللطيف البغدادي في مذكراته وذكره خالد محي الدين في مذكراته وتكلم عنه كمال الدين حسين في شهادته أيضا لكن كلهم بيقولوا هل ده كان تمثيل من عبد الناصر لتمرير ما يريده بعد ذلك أم كان هذا حقيقة؟ أنا تعرضت لهذا الموضوع في الكتاب بتاعي أسرار ثورة يوليو تعرضت لهذا الموضوع قلت أن جمال عبد الناصر كان واقف ضد بقية المجلس كله أنه هو عاوز ديمقراطية وعاوز حرية وهم عاوزين ديكتاتورية وبعدين خد بعض وقام وإنه هو مستقيل وخد بعضه وراح على بيته وتاني يوم الصبح راح له جمال سالم وعبد الحكيم عامر عشان يقولوا له انت ليه بتعمل كده انت مش لازم تخضع لحكم الأغلبية. نعم. فإيه السبب إنه هو كده؟ أنا ما بقولش بقى إن هو ساعتها كان يعني مش ضروري بقى إنه يكون ساعتها كان بيناور هو بغدادي بيقول إنه كان بيناور. نعم. أنا بعتقد إنه مش بس بيناور جايز حاجة تانية
زي ايه؟ جايز انه هو في الاول لم يكن حس بقى بمقدار السلطة والسلطان اللي هم فيه، وما ما يعني ما اتاح لهم الفرصة بنجاح الثورة الى ان هم يصبحوا اسياد مصر بلا منازع، وان كلامهم عبارة عن قانون. طبعا بعد شوية جمال عبد الناصر تمتع بهذا السلطان وهذه السلطة وهذه القوة الجبارة لتجعل كلمته قانون، فخلاص بقى لما شاف السلطة دي وشاف حلاوة هذه السلطة بقى زي زملائه وعاوز يحكم وعاوز يتسلط. كان محمد نجيب دوره ايه في هذه المرحلة؟ محمد نجيب يعني للأسف الشديد ان هو هم قدروا حاجة سيكولوجية، بدل هو، وانا قلتها له بعد ما خرج، قلت له هم نجحوا في اقناعك بان هم اللي جابوك وانك هم اللي عملوا الثورة وانك انت استفدت منهم وهم اللي خلوك كده، فلازم يخضع لهم. مفروض انك انت العكس، كنت انت تجيبهم وتقول لهم ان ما كنتش انتوا بقيتوا كده. هم وهذه هي الحقيقة؟ هذه هي الحقيقة. لو لم يكن محمد نجيب لم يكن هناك نجاح لهؤلاء في شيء، لا يمكن تنجح الثورة. مين اللي هيمشي ورا مقدم ولا رواد ولا مقدمين؟ مين؟ ولم يكونوا معروفين ولا حد عرفنا. يعني الدليل على كده ان جمال عبد الناصر حتى بين الضباط الاحرار مش معروف. نعم. والدليل على كده انه قبض عليه في الكربة يوم ليله 23 يوليو، فما بالك بالنسبه للشعب، ما حدش يعرفه خالص. وهو ضابط مشاه، ما حدش في يعني بتوع لا المدفعيه ولا المدرعات ولا البحريه ولا الطيران ولا حد من دول يعرفه خالص. فهو كان شخص مجهول بالنسبه يعني 90% من الضباط. فكيف كان يمكن ان هو اقول انا من المقدم جمال عبد الناصر الى الشعب المصري؟ كان حد هيسمع الكلام ده ويضمه وينضم الينا ليه؟ طبعا كل واحد يقول لك اشمعنى ده؟ ايه ده المقدم ده؟ وانا اروح معاه واعمل مغامره زي دي ليه مثلا؟ يعني انت خرجت عشان محمد نجيب على راس الضباط وليس جمال عبد الناصر؟ طبعا ما كانش محمد نجيب على راس الثوره انا ما كنتش انضميت. انا شخصيا ما كنتش انضميت. انا انضميت لان في واحد زي محمد نجيب بيقودنا، وكذلك باقي الضباط او معظمهم. كل الضباط كده. عين رشاد مهنا وصيا على العرش لان الملكيه لم تكن قد الغيت في مصر. ويقول محمد نجيب في صفحه 154 من مذكراته: رفض ان يكون طرطورا، ويقول بالنص: كان رشاد مهنا ثائرا جدا، يتحدث الينا في عنف ويضرب المكتب بقبضه يده ونحن نسمع ولا نعلق. قال رشاد مهنا: إنني أحب أن تعرف أن رشاد مهنا ليس بصمجيا، إنني لا أقبل أن أجلس هنا أوقع المراسيم التي ترسلونها إلي فحسب. رشاد مهنا كان أعلى ضابط سمعة وطنية في الجيش المصري. أيوة. حصل في انتخابات نادي الضباط على أعلى الأصوات. أيوة. حتى أعلى من محمد نجيب وأعلى من 55 صوت، أعلى من محمد نجيب ب 55 صوت. هذا الضابط ماذا فعلتم فيه؟ أنا لم أفعل به شيء، إنما اللي حصل إن هم كانوا بيخشوا من أي واحد عنده قوة. يعني الأصل يعني أنت أصلك ما جربتش، أنت لو جربت إنك تلاقي نفسك في الحكم وإنك أنت كلمتك قانون وإن كل الناس بتخاف منك، دي بتلعب أي واحد بيحصل له نوع من الهوس انه يلاقي نفسه في العز ده كله. ايه ده؟ فهم طبعا بعد شويه خافوا على مراكزهم، فكانوا بيقاتلوا عشان يستمروا فيها. واللي ساعد على هذا اتنين مدنيين اللي هم السنهوري وسليمان حافظ. نعم. كانوا بيزينوا لهم انهم يستمروا، عشان بالذات سليمان حافظ لعب دور خطير، دور خطير جدا، كان يصنع لهم كل القوانين او يعني زي الترزي. هو كان اول واحد في مصر عمل ترزيه القوانين اللي بقت دلوقتي حاجه عاديه في البلد، ترزيه القوانين.
فهو ده اللي كان بيقول لهم وبيحضهم ويحرضهم على البقاء وعلى الدكتاتورية وعلى الشمولية، وإنهم يطيحوا بأي واحد في قوة أو مصدر تهديد، لأن ده أما تمسك رشاد مهنة وبتوع المدفعية، أنور السادات قالك اليوم ده الوحيد اللي أنا نمت فيه قرير العين عشان رجل وطني زي رشاد مهنة. أيوة. يمكن أن يلعب دور في أن يقول لهم عودوا إلى تكناتكم. أيوة. فعلوا فيما فعل. رشاد مهنة وصف هذه الفترة في صفحة 671 من كتابك أنت أسرار ثورة يوليو قائلا: إني أسمي هذه الفترة من حكم مصر بفترة حكم الجهلة والمراهقين، فهم جميعا جاءوا من فراغ، ولذا لابد أن تكون نهايتهم إلى فراغ. وأكبر دليل على ذلك، على فساد كل ما حدث، هو هزيمة 67. هذا الكلام فيه كثير من الحقيقة. وطبعا لو كان الناس دول بيعملوا على أساس إن المصالح الحقيقية لمصر وبدون النظر إلى مطامح الزعامة، يعني لو كان كل كلامنا على مصر فقط، إن إحنا عاوزين ننهض بمصر، وإن إحنا ما فيش عندنا نزاعات عشان نبقى زعماء العرب أو غيره زي ما حصل، وإن إحنا ننتفع بالناس الكويسين والناس الثقة، وحكاية الثقة وال الحاجة اللي كانت موجودة وقتها، تقديم أهل الثقة وليس أهل الثقة وأهل الخبرة، فأهل الخبرة كانوا مستبعدين وكلهم هاجروا من مصر وراحوا أفادوا الدول الأخرى، وإنما أهل الثقة أكثر من مليون عالم مصري برا البلد، لأن كان كل الناس خايفة. وأنا يعني شيء الوحيد اللي أنا أنتقد فيه عبد الناصر إنه كان عنده الفرصة إنه يخلي مصر ديمقراطية، ومصر في أعلى المراكز وأعلى المستويات، وكان يقدر يعمل هذا لمصر، إنما حكاية الديكتاتورية والشمولية اللي مشيت دي وما زالت، ده شيء جاب مصر إلى الحضيض. أقصي رشاد مهنة كوصي للعرش، حددت إقامته، وبعد ذلك ضموه إلى قضية ضباط المدفعية، وحوكم وأهين وضرب، وعقدت له محكمة كان يرأسها أعضاء مجلس قيادة الثورة، حكموا عليه بالإعدام ثم خففوا الحكم بعد ذلك. تقييمك إيه لما حدث لهذا الرجل الوطني ومثله مئات الضباط؟ هذا الرجل يعني لم يجني عليه إلا شعبيته، لم يجني عليه إلا وطنيته، فهذا الرجل كان مفروض الاستفادة منه. أما كان يعني هو أما جالهم في قبل ما يمشي ويرجع وحدته ففات عليهم، فجمال عبد الناصر أول ما شافه قالوا: أنت جاي تنقض على الثورة. قالوا: أنا جاي أنقض على الثورة، الثورة مش غنيمة، إحنا كلنا لازم نعمل لصالح مصر. فكلهم يعني قابلوه بمقابلة، وبعدين صلاح سالم أغمى عليه لما هو فضحه في حكاية إنه هو كان قال له وهو في رفح، قال له: أنت عليك العريش وأنا علي رفح. وما قالش الكلام ده لعبد الناصر، فعبد الناصر افتكر إن رشاد مهنة ما عملش حاجة في الثورة. فلما جاء قدام عبد الناصر وقال له: أنا كنت عملت عريش العريش وصلاح سالم، فعبد الناصر راح بص لصلاح سالم قال له: ليه ما قلتليش؟ فأغمى عليه. طبعا قال غدوره يعني. يعني صلاح سالم سرق دوره. ما قالش عليه. ما قالش ان هو قام بدور. ما قامش عليه بالدور. هذا الرجل انا يعني اعرفه معرفة وثيقة وشفته، وحتى بعد رشاد مهنة. وحتى بعد ما خرج ولم اراه ابدا يتخلى عن وطنيته ولا عن ايمانه. فده راجل مؤمن ومتدين. وكان مفروض ان هذا ينتفع به انتفاع كامل، لانه ضابط وطني محترم، انما بقى شعبيته في المدفعيه، شعبيته في الجيش، لكن في المدفعيه كان حاجه تانية غير عاديه. يعني بمجرد ما مسكوه في حوالي 500 واحد في المدفعيه تجمعوا في ميز المدفعيه معتصمين من الضباط، من الضباط، ولولا انهم ضحكوا عليهم وقالوا لهم اطمئنوا
وجالهم جمال عبد الناصر، راح لهم عبد الناصر بنفسه وطمأنهم وقال لهم ما فيش حاجة وإحنا هنشوفهم وإحنا هنعمل، وبعدين ما حصلش الكلام ده خالص. في 10 من ديسمبر عام 52 بدأت الدكتاتورية تأخذ أشكالا عديدة مختلفة. بدأ الضباط الذين ينادون بعودة زملائهم إلى الثكنات مثل ضباط المدفعية في يناير 53. طبعا حوكم خميس والبقري في أكتوبر 52 وأعدموا وهم من عمال كفر الدوار. وأنا يؤسفني رغم الكلام الجيد اللي كتبه عبد اللطيف البغدادي في مذكراته، لكن يتكلم عنهم كأنهم حشرات، يعني كانوا شيوعيين. أليست الثورة، ألم تقم الثورة من أجل الحفاظ على أدمية الناس، أدمية الشعب المصري، أن تبدأ الثورة بعملية إعدام الاثنين من العمال؟ أنا انتقدت في كتابي، انتقدت محمد نجيب، لأن محمد نجيب قال إن أنا جبت مصطفى خميس إلى مكتبي، وإن هذا الرجل كنت عاوز بس أي حاجة يقولها لي عشان أخفف الحكم عليه بتاع الإعدام، أقول له حد حرضك، حد كان معاك، يعني يقول أبدا أنا ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة أبدا، أنا أخد إعدام ليه؟ وبعدين يقول إيه، جبت له شاي وبتاع وأكرمته، وبعدين يقول أنا يعني وقعت قرار الإعدام وقلبي يتمزق مش عارف إيه. أنا قلت له إيه ده، أنت ده ضعف بتاعك، ده هو اللي جلب المصائب على مصر كلها، أنت ضعفت باستمرار قدامهم، كل ما يقول لك حاجة تقول لهم حاضر، ليه يا محمد نجيب ليه كده؟ ما كنتش قائد ليه وتقول لهم لأ الراجل ده ما عملش حاجة ومفيش إعدام ولا حاجة؟ هم خلوك نفر في مجلس الثورة، بدل ما انت رئيس مجلس الثورة خلوك نفر، فعشان كده فضلوا يقتطعوا من قوتك لغاية ما خلوك صفر. وعد محمد نجيب بأن يعود الضباط للثكنات بعد انتخابات برلمانية في فبراير عام 53، لكن ضباط المدفعية تمردوا في 16 من يناير بعدما وجهوا انتقادات علنية لضباط القيادة واتهموهم باستغلال نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. تحرك عبد الناصر وأخمد موضوع ضباط المدفعية وسرح عشرات الضباط من المدفعية، وكان هذا بداية صراع ما بين الضباط الوطنيين الذين ينادون بعودة الحياة الديمقراطية إلى مصر وبين الذين تشبثوا بالسلطة وسيطروا عليها. كيف رصدت هذا الأمر؟ طبعا هذا حصل، أن يعني ضباط المدفعية دول كانوا من أحسن ضباط الوطنيين في الجيش، وكانوا يعني من الخطأ ان دول مثلا يتم التخلص منهم لانهم كانوا بيعارضوا الدكتاتورية. وبعد كده برضو ضباط الفرسان هم اللي رجعوا محمد نجيب تاني، بالاضافة الى الشعب، لان محمد نجيب رجع في فبراير، مش بس ضباط الفرسان كمان الشعب اللي رجعوا. فطبعا كل دولة بقى، ما هو برضو الخطأ بتاع محمد نجيب، يعني محمد نجيب ده قائد كويس جدا وشجاع جدا في الحرب، لكن هو في إدارته للثورة عمل أخطاء جسيمة جنى على مصر في النهاية. ما هي أهم هذه الأخطاء في تصورك التي ارتكبها؟ أول أقول لك أنا إيه الأخطاء. أول حاجة تشكيل مجلس الثورة، إزاي أنت تسمح أن جمال عبد الناصر يشكل مجلس الثورة كلهم من رجاله وانت مالكش ولا واحد فيهم؟ كيف شكل مجلس قياده الثوره؟ جمال عبد الناصر هو الذي شكل مجلس الثوره، ان الناس اللي هم كانوا معاه في جمعيه القياده اللي كان بيطلق عليها جمعيه القياده، جابهم كلهم، خلاهم بدل ما اسمهم مجلس القياده او لجنه القياده خلاهم مجلس القياده، ثم كانت مجلس قيادة الثوره، لجنه القياده في الضباط الاحرار. ايوه، ف دول جابهم جمال عبد الناصر. طب انت يا محمد نجيب ما جبتش ناس تانيين ليه من بتوعك انت عشان توازن بينك وبين عبد الناصر؟ وخصوصا انك تقدر تجيب، انت مش هجيب ضباط من بره، ضباط من اشتركوا في الثوره. نعم. يعني واحد زي احمد شوقي ده، العقيد احمد شوقي، ما جبتوش ليه معاك في مجلس احمد الثورة؟ شوقي ايضا الذي قلت انه قال لكم انه مستعد ان يقبض على خاله في سبيل مصر وفي سبيل الشعب المصري، كان ايضا من الضحايا في حادث المدفع مارس، اتحط في السجن. نعم. فيعني ليه، ما انا بقول لك انت بتقول لي ايه الاخطاء، ادي اول خطا. الخطا الثاني،
الخطأ الثاني إن هو أصبح يتنازل عن حقه باستمرار لصالح. يتنازل يعني أبسط حاجة هقولها لك، إن كان بعد ما حطوا الإخوان المسلمين في السجن في يناير 54 حطوهم كلهم في السجن، فجمال عبد الناصر حب إن هو يتحبب إلى الإخوان المسلمين وهو حطتهم في السجن ما في، فبقى إيه، فعاوز يروح ذكرى حسن البنا في 12 فبراير 54 ذكرى، عاوز يروح جمال عبد الناصر. بمجرد ما عرف إن محمد نجيب رايح حصل له نوع من الجنون عبد الناصر. أيوة إزاي محمد نجيب هيروح ويشاركه في العملية دي بينما هو الرئيس؟ طب وإذا كنت أنت عاوز تجامل الإخوان المسلمين، طب ما أنت ما تاخد معاك الرئيس قائد الثورة ورئيس الوزراء وقتئذ، طب ما ده يبقى زيادة في التكريم. إنما أنت عاوز تروح لوحدك عشان ما يروحش معاك محمد نجيب. فكانت النتيجة إنه جاب كلم إسماعيل فريد اللي هو سكرتير محمد نجيب وقال له شتائم لا يمكنك تخيلها ولا ضد محمد نجيب، ولا أستطيع أن أقولها، شتائم من مريعة ضد محمد نجيب. وقال له إن ما كنتش هتبلغ الشتائم دي لمحمد نجيب أنا هرفدك. عبد الناصر أيوة، قال له لازم تقول له الشتيمة اللي أنا بقولها له دي، وقول له اوعى يروح الحفل الذكرى والا هعمل فيه والمجلس دلوقتي حالا بيجتمع عشان يشوف مصير محمد نجيب ايه. شوف التهديد الى هذا الحد. وانا قعدت ابحث لان ما حدش قال نتيجه الكلام ده ايه، لكن انا بحثت ووجدت ان فعلا ما راحش محمد نجيب. وقلت بقى في كتابي بتاعي، قلت هذا التنازل العجيب انه تنازل بهذا الشكل خلاص بقى. هل كان محمد نجيب في هذه الفتره فبراير 54 يستطيع ان يقبض على هؤلاء جمال عبد الناصر ومن معه ويستطيع ان يفرض نفسه كرئيس او كزعيم او اي واحد تاني عنده ذره من المنطق والعقل؟ كان قبض عليهم جميعا ونفاهم خارج البلاد بمنتهى السهوله، لان انا اعرف ان هم كانوا بيباتوا ليس في بيوتهم ولكن في بيوت بعض اصدقائهم واقاربهم عشان خايفين لحسن ضباط الفرسان المؤيدين لمحمد نجيب يمسكوهم، او ان محمد نجيب يبعت يمسكهم يقبض عليهم. كان بمنتهى السهوله كان يقبض عليهم، لكن هو مسك ايديهم كده، وانا شفته في ميدان عابدين وماسك ايد من هنا عبد الناصر ومن هنا حكيم عامرو، عامل ايديه كده، احنا كلنا يد واحده. ايه هذه المظاهره الكبيره التي خرج فيها كثير من الشعب المصري لكي يؤيد محمد نجيب، وكان فيها عبد القادر عوده. أيوة. الذي اشار الى الناس ان أيوة. ينصرفوا، ودفع عبد القادر عوده حياته ثمن بعد كده. يعني ده يعني علاوه على عبد القادر عوده كان وكيل الاخوان المسلمين وهو الذي صرف الناس، وكان رجل عظيم يعني، كان من اكبر فقهاء القانون في مصر. ايوه مش راجل هفيه يعني، ده راجل عظيم وكان له شعبيه عظيمه، بحيث ان محمد نجيب ما عرفش يصرف الناس، فقال لعبد القادر عوده اصرفهم، فعمل لهم بس اشاره كده مشوا على طول. عبد الناصر كان واقف والتقط هذا وادرك شعبيه الرجل فقرر تصفيته. فيعني انا عاوز اقول لك يعني ان محمد نجيب اخطاء فادحه في حق نفسه اولا، ثم في حق بلده ثانيا. يعني عشان انا بيقولوا ان انا بحب محمد نجيب وان انا مع محمد نجيب، ايوه انا مع محمد نجيب، لكن بقول لك ان الراجل ده كان راجل ضعيف واخطا كثيرا جدا في ان هو يتنازل عن حقه، وكل ما امام عبد الناصر عاوز يبهدله يبعت له اتنين شتمين، هو صلاح سالم وجمال سالم، الاخوان سالم، يروحوا يبهدلوه ويشتموه ويقولوا انت ايه، هو كان حد يعرفك؟ احنا اللي جايبينك. شوف هو لم يحاول اطلاقا الاساءة اليهم او يقبض عليهم او يعمل اي حاجة ابدا. ضعف شخصيته امامهم، ضعف مشين، رغم انه في ميدان القتال من اشجع ما يمكن، ورغم انه في ليلة الثورة كان من اشجع ما يمكن انه جه
وقاعد على مكتب حسين فريد وتولى القيادة، وبدون شك انه كان اول واحد سيعدم في حالة فشل الثورة. لكن في حكاية انه هو يمشي بقى في الإدارة وفي القيادة بتاعت البلد، للأسف الشديد ان تنازلاته وضعفه أودوا بكثير من الأمور في البلد. هو نفسه محمد نجيب في صفحة 201 من مذكراته كنت رئيسا لمصر يقول: مما لا شك فيه أن جمال عبد الناصر كان أكبر مركز قوة داخل المجلس، وعندما ساعده الآخرون في التخلص مني استدار إليهم وتخلص منهم واحدا بعد الآخر. حتى أن رشاد مهنا يقول بأسى أيضا: أخذت أفكر طويلا كيف وصل بنا الحال إلى هذا الهوان على يد زملائنا وإخواننا أعضاء مجلس قيادة الثورة، بينما قامت الثورة من أجل إرساء قواعد الحرية والديمقراطية. تمام. كيف استعان عبد الناصر بزملائه على تصفية محمد نجيب؟ هو كان بيستعين أولا في بهدلته وقلة قيمته انه يبعت له صلاح سالم وجمال سالم. الحاجه الثانيه ان المجلس كله، وده قلت لك من غلطته، انه هو ملوش حد في المجلس. نعم. يعني هو في يعني ساعه ما تشكل هذا المجلس في بدايه الثوره، لو هو وقف كقائد وقال له: ايه انت بتشكل ايه، انت بتشكل مجلس عشان يقود الثوره، انا اللي اشكل هذا المجلس. نعم. وعلى الاقل ده حاطط عدد من رجاله، هو يحط عدد من رجاله معاه، او ناس حتى على الاقل يكونوا محايدين، لكن مش ناس كلهم بتوع جمال عبد الناصر. فهم استطاع بواسطة الاخوان سالم، وبعد كده قذف بيهم الخارج. يعني لما انتهى، اما محمد نجيب بقى تم عزله وتنحيته، خلاص بقى جمال سالم وصلاح سالم ما لهمش لازمه، فاطاح بيهم. هو في ازمه فبراير وبعديها ازمه مارس. أيوه. ازمه فبراير كيف قادت الى الازمات التي عاشتها مصر بعد ذلك؟ ازمه فبراير دي كانت اختبار حقيقي للشعب والجيش لاظهار حقيقه الموقف في مصر. ازاي؟ محمد نجيب قدم استقالته. نعم. في 24 فبراير. صحيح. وهم قبلوها وكتبوا بيان قالوا ان هو ده ما كانش حاجه ولا محتاجه ولا كان معانا ولا بتاع، واحنا قلنا له بس على الحكايه دي قبلها بشهرين، كلام زي ده. محمد نجيب قاعد في البيت بص لقى جاله ناس من بره خدوه. الشعب كله قام يؤيد محمد نجيب. ناس خدوه الاول وادوه المدفعيه، ضباط خدوه وادوه المدفعيه. وبعدين لما الناس عرفت بقى، فكان هو كان يوم الخميس لما كتبوا في الجرايد، يوم نعم. الجمعه ضباط صغار الضباط، يعني واحد اسمه احمد المصري والتاني اسمه حجازي، عبد اللطيف حجازي، دول ملازمين، وفاروق الانصاري، ثلاثه دول جمعوا ضباط قعدوا يتكلموا في التليفونات. خالد محي الدين راح السينما وخرج بره طول اليوم وبعد تماما عن المسرح. دول بقى جمعوا ضباط الفرسان كلهم، عندهم رغم انهم صغار من الرتب يعني. نعم. وقعدوا بقى يتكلموا، وبعدين جمال عبد الناصر شعر ان في ناس مجتمعه في معسكر الفرسان اسمه الميس الاخضر. نعم. وكان في ضباط الفرسان وضباط من الدفاع المضاد للطائرات كانوا موجودين هناك كمان. كان عدد كبير قوي حوالي 500. فجمال عبد الناصر شوف بقى من كتر ما هو ما يعني عاوز يشوف يخلص الموقف، خد بعضه وراح بنفسه عشان الناس دول. فاول ما دخل قعد وسمعهم بقى بيتكلموا على الديمقراطيه والحاجات دي. فبس عشان اوري لك يعني بقى المنظر، ان هو اثناء ما هو قاعد ففي دبابات كانت راجعه من مناورة أو حاجة زي دي، فأنت عارف الدبابات لها أصوات سرينة. نعم. فالسرينة بقى ضربت. فأحمد المصري اللي هو كان موجود بقى حكالي. أيوه. قال لي إحنا شفناه إن هو كان بيشرب سيجارة، إيده اترعشت وإيده في وقعت جال القهوة وقع من إيده.
اعتقد ان هم هيمسكوه. وهم لو كانوا يعني في دماغهم زي ما في دماغه هو كانوا مسكوه، لكن هم كانوا بيتكلموا شبان صغيرين وقلبهم على مصر، فكلموا بكل صراحة وانتقدوا أمامه مجلس قيادة الثورة والأعمال اللي بيعملوها. إيه الانتقادات الأساسية هنا؟ لأن الضباط كانوا يأخذوا على هؤلاء الذين في مجلس قيادة الثورة إنهم بدأوا ينهبوا البلد. أيوة، بدأوا يعني هم بدأوا يعملوا بقى تصرفات يعني غير شريفة، ولم يكن الظن أنهم هيعملوا هذه الأشياء. فمثلا قالوا على أن صلاح سالم مثلا يعني العلاقة اللي بينه وبين فايزة، الأميرة فايزة، محمد نجيب اتكلم مع عما أطلق عليه فضائح ضباط القيادة، بدءا من السيطرة على القصور وأملاك العيلة الحاكمة وحتى الزواج من بناتهم القوة. جمال سالم حب واحدة وكان عاوز ياخدها بالعافية من جوزها، من جوزها وهي متجوزة. أيوة. محمد نجيب يقول إن مظاهرات الإخوان اللي خرجت لتأييده في 5 فبراير 54 والتي خطبها عبد القادر عودة جعلت عبد الناصر يحقد على عودة ويعدمه بعد ذلك بأشهر. طبيعي. تخلص عبد الناصر من محمد نجيب، من الإخوان المسلمين، من كبار السياسيين، من يوسف صديق، من ضباط المدفعية، من سلاح الفرسان، من خالد محي الدين، من باقي زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة واحد تلو الآخر، ولم يبقى إلا عبد الحكيم عامر والسادات وحسين الشافعي. هذا أسرع ملخص لسيناريو الثورة كما رواه محمد نجيب. ما هو ده اللي حصل فعلا، وزي ما قلت لك أنا كنت يعني راصد جمال عبد الناصر وعارف إن هو الوحيد اللي بيخطط، يعني عارف هو اللي نجحه إيه، إن مفيش حد تاني بيخطط قدامه. يعني عارف لو كان في ناس تانية بتخطط ما كانش هو مشي المشي ده كله. لكن هم كلهم ناس ماشيين فاكرين ان الامور عادية خالص، زي ما قال عليهم رشاد مهنا ناس جايين من فراغ، هم ولا حاجة وشوية جهلة زي ما هو قال مش انا. والدليل على كده ان هم مثلا يطوعوه في كل حاجة، يقول لهم ايه احنا عاوزين نخلي محمد نجيب ده لا قيمة له. فكانوا بيجتمعوا يوم الاحد في مجلس قيادة الثورة في المبنى بتاع مجلس قيادة الثورة. نعم نعم. فقال لهم احنا نجتمع يوم الجمعة عندي في البيت ونتفق على كل حاجة، بحيث يوم الحد بعدين نروح يوم الحد ما فيش حاجة، كلامنا كله واحد ما فيش حاجة. هو يعني عمل خطة للإطاحة بكل واحد في مجلس الثورة لازم يطيح بيه ويبقى هو اللي في الواحد في الآخر خالص، وده هو اللي قدر يعمله. سنأتي لذلك بالتفصيل. في 29 مارس 54 تم الاعتداء على رئيس مجلس الدولة الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي أعد لهم كثيرا من القوانين. خرج الرعاع ويهتفون في الشوارع وراديو القاهرة يبث هتافاتهم: يسقط الدستور، تسقط الحرية، تسقط الديمقراطية، يسقط المتعلمين. من يومها لم تقم قائمة لشيء من هذا. حكى لي الدكتور عبد المنعم الشرقاوي ازاي ان هم في الجامعات فصلوا الناس الوطنيين اللي كان حصل اجتماع مع عبد الناصر والناس اتكلمت، فكل اللي اتكلموا دول احير. ده موقف مشرف لأساتذة الجامعة في مصر، حصل في 5 ابريل 54. طلبوا عبد الناصر بان يعود هو وكل الضباط الى الثكنات وان تعود الحياة الديمقراطية والحرية الى مصر. اي واحد كان بينادي بهذا لابد من فصله. واحد من أساتذة الجامعة وقف لعبد الناصر وقال له: لقد تخلصنا من ملك واحد واستبدلناه ب12 ملكا، إضافة إشارة لأعضاء مجلس قيادة الثورة. كل القوى الحرة في مصر أنذاك كانت تصارع من أجل عودة الحياة الديمقراطية والحرية إلى مصر. أيوه. في سنة 54 عبد الناصر قال جملة مهمة في المواجهة مع أساتذة الجامعة في 5 ابريل 54، سيادتك نقلتها في كتابك أسرار ثورة يوليو، قال لهم: أنا لا يهمني الشعب، أنا الذي يهمني الآن هو الجيش. طبعا. وهو عشان كده جاب عبد الحكيم عامر في أوائل سنة 53. نعم. جاب عبد الحكيم عامر خليه قائد عام. كيف فرض عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة ولم يكن مؤهلا ولم يكن لديه الخبرة كما قال عبد اللطيف البغدادي في كتابه ليقود القوات المسلحة؟ من غير ما حد يقول،
يعني دلوقتي الجيش مليء بالكفاءات، وكان في وقتها قادة مدة خدمتهم في الجيش أكتر من سن عبد الحكيم عامر. يا سلام. أيوة يعني في بعضهم استقال احتجاجا على هذا التعيين. هو بس واحد اللي استقال الحقيقة، قائد القوات قائد الجوية، قائد الطيران. نعم قائد الطيران هو ده اللي استقال. قال هذا إهانة لرتبة اللواء، لأنه كان صاغ، كان رائد، وأصدر، كان أول قرار أصدره محمد نجيب كرئيس للجمهورية هو تعيين عبد الحكيم عامر قائد عام للقوات المسلحة. أنا أوري لك ده يوري لك ضعف محمد نجيب. محمد نجيب كتب إن أنا عرضت هذا، وأنا قابلته بعد ما خرج وجالي البيت قلت له أنت عملت أخطاء قاتلة. قال لي زي إيه؟ قلت له زي إنك أنت تخليت عن قيادة الجيش. فازاي ما انت عارف ان القوه كلها في يد الجيش، تتخلى عن قياده الجيش ازاي؟ انما عبد الناصر كان مصر على انه يجيب عبد الحكيم عامر عشان يضمن ان الجيش كله معاه، يبقى يقدر في هذه الحاله يطيح باي واحد عضو في مجلس الثوره ويطلع بره وما حدش يقول له انت بتعمل ايه. تم حل الإخوان المسلمين، حكومة 867 منهم كما يقول الرئيس نجيب في كتابه، وحكم على 7 بالإعدام في 4 ديسمبر 1954. محمد نجيب أعفي من رئاسة الجمهورية بطريقة مهينة، واقتيد في 14 نوفمبر 1954 للإقامة الجبرية بطريقة غير آدمية. من نوفمبر 1954 استمرت إلى أكتوبر 1983. شيء مؤسف، يعني إهانة فعلا. هل كان النجيب يستحق ما حدث له؟ إطلاقا، إنما هو اللي عمل في نفسه كده. يعني لما أنا أعلق على هذا الموضوع أقول له أنت اللي عملت في نفسك كده، إنك أنت فضلت تتنازل عن حقوقك وتضعف قدامهم بشكل مثير يعني للدهشة. ليه؟ إزاي مثلا واحد يشتمك وبتاع ويبعت لك الشتيمة ويقول لك ما تروحش الذكرى دي تقوم أنت ما تروحش؟ ده أنت لازم كنت تروح. ما أتعجب له هو موقف السادات بعد ما مات عبد الناصر سنة 70. السادات برضو فضل فارض على محمد نجيب وزوروا التاريخ ولم يكونوا يخبروا الناس أن أول رئيس للجمهورية كان محمد نجيب. للأسف الشديد أن كان في تزوير في التاريخ، واعتقدوا إن بس في التاريخ ولا تزوير في كل الحياة في مصر بعد ذلك؟ لا، اللي أنا أعرفه هو تزوير التاريخ. عبد اللطيف البغدادي في صفحة 133 من الجزء الأول من مذكراته يقول إن محمد نجيب قد هدم نفسه بنفسه، وإن التاريخ لن يعفينا أيضا. مش أنا بقول لك، يعني أنا أكتر واحد يحب محمد نجيب، لكن أنا قلت له وما زلت أقول في كل حتة إن التنازلات بتاعته والضعف المشين بتاعه أمام مجلس الثورة هو اللي أدى إليه إلى إن هذه النهاية التعيسة، وهذا النهاية التعيسة برضو لمصر اللي حصل في 5 يونيو. ما هو لو هو كان يعني رجل محافظ على قوته كقائد لمجلس الثورة وقائد الثورة ما كانش يحدث ده كله. لو عدت قليل للوراء، ودي النقطة اللي هي في 18 يونيو 1953 حينما عين محمد نجيب عبد الحكيم عامر قائد عاما للقوات المسلحة مع منح رتبة لواء من رائد إلى لواء، قائد سلاح الطيران اللي استقال اسمه اللواء حسن محمود. أيوة. استقال احتجاجا على هذا. هو الوحيد اللي استقال. عبد الحكيم عامر كان زميلك ودفعتك وهو اللي ضمك للضباط الأحرار. صف شخصية عبد الحكيم عامر، هل كان مؤهلا أن يتولى هذه المسؤولية في هذا الوقت؟ لا، أنا قلت هذا كلام قبل كده. هو يعني سبب تعيينه الوحيد هو ان عبد الناصر بيثق فيه انه مش هيخونه، لانه هو عاوز واحد يمسك الجيش وما يخونوش. عبد اللطيف البغدادي وصف هذا التعيين فقال نتج عن هذه السياسة فساد الجيش مما ترتب عليه نتائج عسكرية وسياسية وخيمة لمصر. لان هل معقول انك انت تسلم زمام جيش بتاع بلد لرائد؟ هل هذا معقول؟ وعندنا ناس سطين في الجيش، كان زي الفريق علي عامر وزي الفريق فريد سلامة وغيره وغيره، كان عندنا ناس كويسين جدا يمسكوا الجيش وما كانش يفكروا يعملوا انقلاب أو حاجة أبدا. فرط الثوار في العمق الاستراتيجي لمصر، وكلف صلاح سالم الذي لم يكن لديه أي خبرة في شؤون السودان بأن يحمل ملفها،
وتم فصل السودان عن مصر ثم التخلص من صلاح سالم بعد ذلك. في الحلقة القادمة أبدأ معك من السودان. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة اللواء أركان حرب جمال حماد، أحد القيادات البارزة في الضباط الأحرار والكاتب للبيان الثورتي يوليو عام 52 الأول. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.